الإصابة بالحصى في الكلى أو في المسالك البولية يعتبر من الحالات الشائعة التي قد تصيب الإناث والذكور على حد سواء، ويؤدي تجمعها إلى الشعور بالأوجاع وعدم القدرة على التبول. ولأول مرة في ولاية المسيلة يشرف طاقم طبي مشترك على عمليات تفتيت حصى الكلى عن طريق الليزر باستخدام تقنية المنظار. بدأنا أول عمليات تفتيت الحصى في الكلى في مساحة القلعة، وبالتعاون مع عيادة الدكتور حماني عبد الحليم لأمراض الكلى والمسالك البولية. وهذه العملية لأول مرة تجرى في مدينة المسيلة، وإحنا إن شاء الله نتطلع منها من خلال هذه العملية إلى حتى ننقص المعاناة نتاع المريض. حصى الكلى اللي متواجدين على مستوى الكلية، أي نوع من حصى يمكن الجهاز اللازر أنه يفته بالمنظار، وكذلك جراحة حصى الحالب ثاني كيف دونك لو لازر لي افيكاس ثاني في الحالب. التقنية توفر عدة امتيازات أهمها الاستغناء التام عن الجراحة الكلاسيكية، بالإضافة إلى إمكانية التخدير الموضعي مع عدم تقليل الأعراض أو الآلام بعد إخضاع المريض لهذه العملية. الحمد لله يا ربي، درنا العملية، درنا الفحوصات، درنا العملية في مساحة القلعة بدون جراحة كلاسيكية، هذه التقنية بدون ألم. هذه العملية لاقت استحسانا من طرف المرضى في المسيلة في انتظار تعميمها بكافة أنحاء الوطن والتخفيف من معاناة التنقل لأجل العلاج.